السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الفيديو بتاع النهاردة مهم جدا جدا، اللي هو هنخزن الفول مع بعض زي ما انتم شايفين كده بلونه، ومن غير اي اضافات عليه ولا اي مواد كيماوية، وبحاجة بسيطة جدا. بس قبل ما نبدأ في الفيديو، ما تنسوش تشتركوا في القناة ولايك وشير للفيديو. اول حاجة بنعملها بسم الله، ونجيب الفول وهو لسه جديد بلونه الجميل ده، ونشيل اي حباية مكسورة او اي حباية مش نضيفة، لازم نضيفه زي الفول ده كده. مش بنضيف بقى عليه لا بودرة تخزين ولا حبوب تخزين ولا اي حاجة، زي ما انتم شايفين كده هو الفول وبس. طبعا احنا ما بنستغناش عن الفول طول السنة. هخزنه في ايه بقى؟ هخزنه في ازايز الحاجة الساقعة، طبعا دي متوفرة في كل البيوت. بسم الله. عايزة تخزني على قد المرة، استخدمي الازازة الصغيرة دي اللي هي اللتر. عايزه تنجزي وتخزنيه في عبوات كبيره وانت تبقي تاخدي منها بعدين، استخدمي الازازه الكبيره، مفيش اي مشكله. بس اهم حاجه الازازه تكون ناشفه جدا جدا، تكون مغسوله وناشفه ونضيفه، والفول كمان نضيفه زي الفول كده. ده فول بلدي، شايفين حبايته جميله ازاي، مفيهوش اي شوائب ولا اي حاجه، وتتاكدي كمان ان مفيهوش رطوبه. لازم الفول يبقى نضيف كده، تجيبيه في موسم الفول على طول، ما تستنيش اما لونه يغير. هنعمل ايه بقى؟ هنجيب ازازة ونملاها بالفول كده. بسم الله. يا اما بايدك كده، بسيط خالص، بتملي الازازة بالفول بايدك، او ممكن تعملي قرطاس هنا وتعبي بيه، اوريكم برضه. تجيبي ورقة زي دي كده، تلفها قرطاس مفتوح، قرطاس مفتوح من هنا، وتلبسي القرطاس للازازه كده، تنزلي الفول حبه بحبه كده عشان ما يملاش الورقه ويبقى صعب نزوله كده. عشان هوريكم برضه لو ملينا الورقه، لو مليت الورقه كده حطيت الفول مره واحده هيوقف هنا، هيوقف هنا اهو، مش هينزل. لا احنا ننزله حبه بحبه، حط الورقه كده ونزل الفول فيه حبه بحبه. اللي احنا بنحطه هنا بينزل هنا، يا رب تكون واضحه. اللي احنا بنحطها، الحبايه اللي احنا بنحطها هي اللي بتنزل. دي كده فكره القرطاس. لو انت مش حابه تستخدمي القرطاس بايدك كده، سهل جدا. طب هنخرجه ازاي بقى من الازازه؟ في ناس هتقول احنا دخلناه كده، هنخرجه ازاي؟ بيخرج بكل سهوله زي مع البنات، بنفضيه عادي خالص، ما فيهوش اي حاجه. هعمل الازازه وارجع لكم كده. الازازه بقت مليانه اهي، نمليها كلها ونغطي على الفول. ايه بقى الفايده ان احنا نخزنه في ازازه؟ الهواء مش هيوصل لحبات الفول دي، فمش هيغير لونها، والرطوبه كمان مش هتوصل للفول، فمش هتخليه يفسد معانا ويبوظ او يجيله اي حشرات بقى. اللي انتوا عارفين ان الفول بيجي معانا في الصيف، يعني بيبدا في شهر 4 أو 5 كده الفول الجديد يظهر في السوق، فبيكمل معانا طول الصيف، بيعدي عليه شهر 6 و7 و8، ودول بيكونوا حر جدا، فالفول ما بيستناش زي ما هو كده. لو ما حطيتوش في ازازه زي كده هتوصله حشرات او رطوبه تبوظه منك. طبعا احنا لما بنشتري الفول بنجيب الكيلو، بنشيل تقريبا تلت الكيلو حبوب مخرمه او بايظه، يعني مش حابينها، لكن كده هيفضل على لونه ده طول السنه من غير تلاجه، من غير اي مواد كيماويه، من غير اي حاجه. انت مش هتستخدمي الازازه دي مره واحده، هتقسميها مثلا على مرتين، هتفتحي الازازه وتفضيها زي ما وريتك كده. لو حابه الازازه للاستخدام مره واحده
استخدمي الازازه اللتر دي الاستخدام مره واحده، وبنفس الطريقه بنملاه. وبنفس الطريقه اللي بتمليه بيها هي اللي بتخرجي الفول بيها كده. في ناس تقول مش هنعرف نخرج الفول، بيخرج بكل سهوله زي ما انتم شايفين، كله معاكم اهو زي ما بندخل حبات الفول بنخرج كده. دخلنا الفول، لما تحبي تخرجيه يوم ما تدمسيه بيخرج بكل سهوله ازاي، فما تلاقيش ان هو مش هيخرج من الازازه ولا حاجه. وانا بالنسبه لي ان اعبيه بايدي كده احسن من القرطاس كمان. في ناس بتحمص الفول عشان تضمن ان هو يعيش معاها مده طويله، هي طريقه كويسه وكل حاجه، بس لو حمصتيه مش هتعرفي تعملي اي حاجه تانية غير ان انت تدمسيه. يعني لو حابه فول نابت مش هينفع للنابت لانه خلاص اتحمص، فالجنين اللي جوه البذره مات. لكن بالطريقه دي عايزاه مدمس، عايزاه نابت، اي حاجه. الطريقه دي مش بس للفول، للفول والفاصوليا واللوبيا، البقوليات كلها. بس انا بالنسبه لي اهم حاجه الفول، يعني لان هو اللي بستخدمه كتير ومبحبش اشتريه من بره. في موسم الفول كده تشتري الكمية اللي انت عايزاها وتخزنيها بالطريقة دي. تملي بقى ازازتين، تلاتة، عشرة، زي ما تحب على حسب عدد اسرتك والكمية المتوفرة عندك. طريقة التخزين دي طريقة اهلي في الفلاحين، يخزنوا بالطريقة دي. تملي الازازة كده وتقفلي عليها كويس. هنعمل كل الكمية بالشكل ده، هخلصها وارجع لكم. دي كمية الفول اللي هخزنها، مليت بيها الازايز زي ما شفتوا كده. لو حابة الازازة تكون على قد مرة واحدة حطيه في ازازة صغيرة زي كده، او ازازة كبيرة وتاخدي منها وقت ما تحبي. وكده ضمننا ان الفول معانا هيكون نضيف ولونه فاتح طول السنة، واهم حاجة مش هيكون فيه سوس. يا رب تجربوا طريقتي في تخزين الفول وتعجبكم، ولو عجبتكم ما تنسوش تشتركوا في القناة ولايك وشير للفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.